الكلاح جمعت خلص انا نطير حياتي فيال شو حبيبي انا زعلانه بس تعبانه ليه شو اللي متعبي بعد طالع على اذا في حال طلعت حطلع اذا في حال طلعت بدي الاولين طالع على البلش الجد مية مية واو حاطط صدمة بدي عندي فانس ممكن تسمع أخبار سيئة ممكن تسمع أخبار مش منيحة ممكن لا تحس كتير كبير كلنا حسي كتير 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 كبير ما بعرف لا أنت بحالك أنت بحالك تعبت تعبت بحقك حقك عادي عادي طلع فيه عشو كبتين بقلبي فتعال نفكر أنه هيك بمنطق بعرف المنطق تعال نفكر أنه هيك بوعه مش انت بنت وعي وبدك تكبر اكبر عمري قبل عمري وانت انت اكبر من عمري تعال نفكر بمنطق انت اليوم موبايل جديد برايم تايم صار اكاديمي عامل 10 بيرفورمانس بيرفورمانسز مش هيك بمزح عالم بتحبك كتير ما حدا عنده كلمة يحكي عنك من أخلاقك وتهذيبك وكل شيء أنت فيه من أنت قد حلوة من قديش وقادرة تعمل على المسرح قد هيك باكج أنت من خديها هيك تجربة خديها إكسبيرينس خديهم كل شيء خديه كل شيء خديه بلس بحياتك ما تاخدي شيء نيجاتيف شو ما بيصير لك مش انأذيتي فيه خديه إجابة الشغلة اللي بتضرنا نحن بنعملها بتضرنا ولا لا الشغلة اللي بتأذينا نحن بنقرر إنه هي بتأذينا ولا لا نحن بنسمح لها تأذينا ولا لا أنت سمحت هلأ لكل شيء نيجاتيف يأذيك واللي هو منه نيجاتيف أنت عملتي نيجاتيف أنت كبرت حالك وأنت كبيرة وكتير كبيرة بس في محلات حلو دلك صغيرة حلو دلك بريئة وهيك مبال شديد بس كان لابد من جلسة مصارحة بين مبال وأنيس من بعد كل التشنج والتوتر ولأنه الاستحقاق يلي ناطرون كتير كبير هذيك مع عباس أنا مع عباس ما أفوز على منه ساعدت معه وحكيته ما بحب حدا يزعل منه و ندور على قصص انا مش شايفتها why I felt sorry don't be stupid mama I know بس تعرف اللي يخليني هيك لأوصل لهالمرحلة إنه قدرت التفكير عن نومينيشن إنه أنا خلص وبطل في شيء و يعني مثل ما أنت حسيت أنا كمان عم بهزت شيء. I'm not talking about the nomination. بعرف you're not talking. I know. I'm not talking about. بعرف. أنا لما بعرف شو. أنا لما وصلني خبر النومينيشن كنت like. كثير عادي. إنه everything seems legit قبله. No. It was obvious إنه أنا بكون نومينة. وأنا معك it was more obvious كان no كنا مع it's not the point قلت لك هذا الشيء point no this is the second time and you know what I'm talking about I know
but I preferred إنه نحكي بهذا الموضوع. Not here. Cause no need. No need. بعرف ما رح يفتح شيء. بس حبيت أنزل بحجة الماي لك سوي. حبيت أنزل بحجة الماي. كثير أنا نزلت هيك عطشانة. معيني خلصتي الماء اللي أنا كنت بدي أشربه. Thank you. Did your job. We've been through a lot together. Yes. وهلا حدا منا رح يفهم. لأنه بزعل من كل قلب إذا حدا منا بيفل وحد منكون زعلانين. ما بدي هذا الشيء. لأنه حرام كل شيء اللي قطعنا فيه لي ولا حدا هون قطع فيه مثل ما نحن قطعنا فيه يصير هيك آخر شيء. ما في شيء حزين. وأنا ما كنت مرتاحة من جوا لما مش انفرض علي بس إنه هي الصح. بس أنا ما كنت مرتاحة، ما كنت شايفة هيدا الصح. أنا قالت لك كذا مرة حتى بالباص مثلا بتتذكر لما حكينا قلت لك إنه في أشخاص يقولوا لي خلص بعد إذا عم بزي. بس أنا شخصيا ما في. أنا من النوع اللي بقعد بتفهم هيك هيك صار، ليه هيك صار وملاقي حل. You know that. بتتذكر لما حكينا. Every person in the world اللي بيحاول يبرهن لك شيء زي عن حدا ثاني يعني هو اللي مش منيح. That's the point. ليك بدي توضح لك أكتر. ما في وضح لك بعدين. No need. بس لو وصل لك فكرة ما حسيتها أنا مشان هيك مجرد بخبرية. I don't understand Lebanese. Okay. Sorry. I understand but not that much. It's okay. Blah blah blah.